السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني متتبعي قناة كريم التقنية. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بمراجعة لهاتف انفينيكس الهوت سات برو اللي كيجي بجوج ديال النسخ، نسخة 32 جيجا 3 جيجا في الرام، ونسخة 64 جيجا 4 جيجا في الرام. أولا سنقوم بفتح الهاتف وإلقاء إطلالة، فتح العلبة عفوا وإلقاء إطلالة على الهاتف وكذا مميزاته، ثم بعد ذلك إن شاء الله نقوم بجرد مميزات وعيوب الهاتف. هنا السماعات، الشاحن، وكابل USB. هنا الدبوس الخاص باستخراج بطائق نانو سيم. هنا الواقية الخلفية للظهر والواقية البلاستيكية للزجاجة الأمامية، وكذا كتيبات الاستعمال. هذا من جهة. نقوم ب نلقى نظرة على واجهة النظام. بعد أن قمنا بتشغيل الهاتف نقوم بجرد المميزات الخاصة به. إن شاء الله أولا نقوم بإعداد الهاتف، استجابة سريعة. كما تلاحظوا الواجهة ديال الهاتف الآن نأتي إلى المواصفات الخاصة بالهاتف. كيفما سبق لي قلت الهاتف كيجي بجوج ديال النسخ، نسخة ديال 32 ونسخة 64. 32 3 رام و64 4 جيجا في الرام. النسخة الأولى كتجي بإطار كله بلاستيكي، أما ما يخص هذه النسخة الخاصة 64، أما فيما يخص النسخة التي بين يدينا 64 4 جيجا في الرام فهي بإطار معدني، ليست إطار بلاستيكي، ليس كل الإطار هنا من المعدن. ما يخص المواصفات الأخرى الخاصة بالهاتف فهو يجي بجوج ديال الشرائح، من نوع الشرائح السيم نوع نانو سيم، يعني الشرائح الصغيرة على الشكل لا تدعم الحجم الكبير، كتدعم شبكة الاتصال 3 2G و 3G و 4G. فيما يخص الشاشة كتجي بها واحد نوتش كبير نوعا ما، كتجي من نوع IPS، المساحة ديال 6.2 انش بجودة ال HD بلس، الدقة كتوصل ل 1440 في 720 بيكسل، أي معدل 260 بيكسل لكل انش مربع. فيما يخص الإصدارين كيفما قلت 32 و 3 جيجا و 64 4 جيجا، كيجي فيهم المعالج من نوع ميديا تيك مع اختلاف في الأداء ديالهم. فيما يخص 32 المعالج هو من نوع ميديا تيك هيليو بي 22، المعالج الرسومي باور في ار جي او 8320. اما الاصدار الخاص ب 64 جيجا فالمعالج ميديا تيك هيليو بي 25، المعالج الرسومي من نوع مالي تي 880 ام بي 2. بالنسبة للكاميرا الأمامية تأتي بكاميرا مزدوجة كيفما كنلاحظوا، كاميرا مزدوجة. فيما يخص الأولى 13 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل. فيما يخص الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة أيضا،
يعني 13 ميجا بيكسل في الكاميرا الرئيسية، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل أيضا من أجل عمل البورتري والعزل مع فلاش خلفي من نوع ليد. الكاميرا ناتئة نوعا ما عن الإطار الخاص للهاتف كما تلاحظون. أتمنى أنها تكون واضحة. الهاتف كيدعم تصوير الفيديوهات بجودة فول اتش دي بدقة 1080 بيكسل، معدل التقاط 30 إطار في الثانية، كما يدعم السماعات الخارجية بالمنفذ ديالهم الخاص بالسماعات الخارجية. هنا المنفذ الخاص بالمايك، المنفذ الخاص باليو اس بي، والمنفذ الخاص بالسماعة الخارجية الخاصة بالهاتف. أما فيما يخص وسائل الأمان فهو كيف ما كتشوفوا كيتوفر على بصمة قارئ بصمة الأصبع، وكذا به خاصية الفيس ان لوك يعني الإغلاق بالوجه والفتح بالوجه، كما يدعم كذلك مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة. أما فيما يخص الجيروسكوب فكيدعمه لكن عن طريق تثبيت سوفتوير إضافي. فيما يخص البطارية الخاصة بالهاتف فهي كتجي بسعة 4000 ملي أمبير، يعني جيدة. أما فيما يخص النظام ديالو فكيجي بنظام الأندرويد 9.0. الهاتف كيجي بالألوان الأسود الذهبي واللون الأحمر وكذلك اللون الأزرق. فيما يخص العيوب ديال الهاتف ما كيدعمش الشحن السريع، و الحافة الخلفية الخاصة بي أنا لا أعتبرها عيب وإنما تسيء إلى الشكل العام للهاتف، كما أنه ليس به مايك إضافي لعزل الضوضاء أثناء تسجيل الأصوات أو كذا الفيديوهات، يعني به مايك أحادي. نتمنى إخواني إلى عجبكم الفيديو، نتمنى نكون وفيت أنني جردت مواصفات هذا الهاتف والعيوب دياله، نكون قربت لكم الصورة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.